للأسف الشديد نحن لا نرى الجدية في المستوى السياسي في المفاوضات حقيقة. يعني لو رأينا ما جرى في موضوع خور عبد الله واتفاقية بروتوكول تنظيم الملاحة، ما يسمى تنظيم الملاحة، وأشياء كثيرة حقيقة، آخرها أنبوب بصرة عقب إيلات إسرائيل إلى مصر، يعني هذه أشياء كثيرة. لماذا نذهب باتجاه مصر والأردن ونقيم البتروكيماويات ونصدر نفطنا بأسعار رخيصة ونتحمل كل المسؤوليات ونستقرض من البنك الدولي لنمرر هذا الأنبوب الذي يكلف 28 مليار دولار زائدا الفوائد، ولا نقيم مثل تلك المشاريع على أرضنا ونشغل شبابنا؟ السؤال ليش؟ السؤال هناك ضغوط دولية تريد للعراق أن يكون ضعيف. من يضغط؟ الله يخليك. أمريكا وبريطانيا ومحور التطبيع، واقعيين خلينا نكون اليوم. ما الذي يدفع العراق بأن يذهب ليقيم معامل ومصانع في مصر وفي الأردن وعلى حسابه، والنفط في إسرائيل يمر من إيلات وإسرائيل تأخذ حصة من هذا النفط من الأرض من مصر بفارق 8 دولار للبرميل؟ زين، هنا من الذي يجبر العراق على أن يذهب؟ يعني أنا اليوم عندي فلوس أصرفها على ولدي، لو راح أشوف لي واحد غريب أصرفها عليه حقيقة.